أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإنسان إذا قرأ القرآن ولم يتدبر القرآن هل يأثم؟ وهل يعتبر هاجر للقرآن؟ نعم، هاجره هجر التدبر، لأن الهجر أقسام: هجر التعلم، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الحكم به. الهجر أقسام كثيرة، وهجر الاستدلال به، هجر الاستدلال به والاستدلال بقواعد المنطق بدل من القرآن، كل هذا هجر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.